السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي علم فستر وعصي فغفر، سبحانه يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرك أحدا حقيقة ذاته، حيث لا يدركه بصر ولا يحيط به عقل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو خالقه، وما من حي إلا وهو رازقه، وما من أمر إلا وهو مدبره. سبحانه يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي تنقل بين أصلاب كرام، فكان الخير سيدنا محمد وآمنة رأت نورا مبينا، فجاء النور سيدنا محمد وناداها المنادي بنت وهب: سيأتي منك سيدنا محمد إذا ما شئت في الدارين خيرا، فأكثر بالصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. سيدي يا سيدي، ولي الفخار بسيدي، أنعم بجاهك يا عظيم الجاه. الله صانك في ثناه حقيقة من نوره، والنور لا متناهي. إن لم يكن قدري هواك فإنني بئر معطلة بغير مياه. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل أن نلتقي على محبة الله، وإنها لسنة طيبة أن يلتقي الناس على محبة الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. فما اجتمعنا اليوم أولا لنلبي دعوة طيبة لأخ كريم طيب، هو الأستاذ أحمد محمد النمر، نبارك له على مولوده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يجمع المسلمين دائما على محبة الله. فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل عرشي، يوم لا ظل إلا ظل. معنا إخوة الإيمان والإسلام كوكبة طيبة من أهل القرآن الذين يحبهم الله ورسوله، والذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويكفي أنهم يتاجرون مع الله، فهم ما جاءوا اليوم إلا لأنهم يحبون أهل هذه القرية. جاءنا إخوة الإيمان والإسلام ليكون معنا متحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح فاروق حمودة،
ابن الأزهر وعلم من أعلام الأزهر، وأجاءنا مبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ شعب فضيلة المبتهل الشيخ عفيفي محروس، وهو أيضا أحد العاملين في الأزهر الذين يتلون كتاب الله، كما قال ربنا في القرآن الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. نبدأ إخوة الإيمان والإسلام بالذي هو خير. دستور الأرض والسماء معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم، ومع فضيلة القارئ الشيخ أسلم سعيد الخامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه فتوح العارفين، وأن يرزقنا وإياه حسن الأداء والسماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى
تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين وإنهم لنا لغائظون وإنا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك 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 وأورثنا بني إسرائيل كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك إسرائيل
فأتبعوهم مشرقين. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعهم مشرقين. فلما
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه ثم أغرقنا الآخرين ثم أغرقنا الآخرين إن في إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها والذي
أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني واجعل لسان صدق في الآمرين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. كنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة
والتي تلاها علينا القارئ الشيخ أسلم سعيد الخامي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.